يعني أنا شخصياً ضد فكرة أنه كل تجربة إمحية خالص، يعني في هيدا التشابتر بحياتنا، هيدا المحور، ما بدنا نخزق كل الورق نحن وعم نقطع بالإكسبرينسز بحياتنا، يعني لازم يضل في شيء هيك. يعني يمكن طبعا الديبنس على الاكسبيرينس اللي تعلمناها من 100% من هي التجربه. بعتقد هذا الشيء اللي مش نطلع لورا، صح، نعمل ريفلكشن نقول انه اوكي هيدي كانت ذكرى حلوه مع هيدا الشخص، هيدا علمني كذا، مش كل شيء يعني نشيله ونكبه. بس كمان نرجع منقول الديبنس على الاكسبيرينس، يمكن الشخص ما بده شيء يذكره بحبيبه السابق خالص، ما بده لك هدو ولا بده ولا شيء. بس هلا عم بيصير كمان في مشكلة أكبر من الكادويات اللي هي الستوري السوشيال ميديا والواتساب، لازم أعمل له بلوك، ما لازم أعمل له بلوك، كيف بشيله من حياتي، كيف فيني أتخطى، يعني هيدا موضوع كثير كبير. زمان ما كانت يعني عن جد العقبات. ايه يعني الناس اللي بشتغل معهم كثير بيعانوا من هيدا الموضوع. مزبوط والمشكلة الأساسية فيه إنه بيقولوا لي طيب لازم أعمل بلوك للأكس تبعي. كمان هيدا سؤال كتير خاص. بالضبط. اول شيء بسالهم اياه، انتم يعني اذا مش عاملين بلوك لهيدا الانسان عم بيأثر على حياتكم؟ بيكونوا سؤال ليه مش عاملين بلوك؟ طيب هلا لانه بيكونوا مهتمين يتابعوا شو عم بيعرف. ايه؟ شو عم بيعمل قصدي. وبيسوى يكون موجود وما تتابعه، عرفتي كيف؟ اللي بيقدر افضل الحلول انك ما تدي بلوك وما تتابعي بس عشان تسوي انه لا اهميه له، يعني وجوده زي عدمه. مش كل الناس قادرين على هاي الفكره، مش كل الناس قادرين. بس اوقات انه بيصير هيدي اكثر شغله بتلفت لي نظري بشغلي، بيقولوا لي انا حابه اعمل له بلوك لانه انا برتاح، بس اذا عملت له بلوك راح يفكرني مقهوره. ايوه هذا هو، عرفتي؟ مزبوط. فانا بقول لها بس انت مقهوره، بتقلي ايه بس هو راح بيفكرني مقهور، ما بديش يشمت فيي. هلا واحد يرد اعتباره شيء كثير مهم.